السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة يا حبايبي محشي مشكل، محشي كرومب أو ملفوف، وهنعمل شوية كوسة معاه وفلفل وبتنجان. هنعمل تشكيلة حلوة كده من المحاشي، بس إن شاء الله هتعجبكم وبطريقة سهلة، وهنشوف من أول هنعمله من الألف إلى الياء. هوريكم كل خطوة فيه بتتعمل إزاي، من أول سلق الملفوف الكرومب وتقطيعه ونظام التسوية الحلو بتاعته اللي بتخلي المحشية تطلع بيرفكت ما فيهاش غلطة. وهنشوف كل حاجة مع بعض. شايفين الرز طالع مفلفل ازاي، والبتنجانية او الكساية من برة دايبة، بسم الله ما شاء الله، فيش ولا محشية معايا طلع منها رز، ولا في اي محشية طلعت نية، ولا كله سوى واحد. هنشوف مع بعض الخطوات كده بسرعة. ادي محشي الكرومب اهو، بسم الله ما شاء الله عليه، زبدة زبدة يا حبايبي، كان تحفة صراحة في الأكل، بسم الله ما شاء الله. هنشوف كده بسرعة الخطوات. أنا معايا كرومبة، أنا بنقيها دايما متوسطة، بحب الكرومبة المتوسطة، خبط عليها أحس إن هي ولا مفرغة ولا مكتومة، عشان أعرف مش مكتومة علشان أعرف أسلك منها الورق، ومش مفرغة يبقى فيها ورقتين اتنين بس وتخلص على كده. بشيل الأول الورق الأخضر، وبعد كده بخلع الراس دي ببوز السكينة كده، أخدها دوران كده وبشيل الراس دي. عايزين تعملوا ورقتين ورقتين، تسلقوا ورقتين ورقتين عادي، ممكن تحطوها كلها في حلة كبيرة، أفضل في حلة بتغلي على النار، وبحط شوية كمون حصى وشعرة ملح. لو مش حابين تحطوا شعرة ملح وكمون عادي خالص، في مية بيضة وبنسلق الكرومب ما بيحصلش أي حاجة. هو كده كده لما بيستوي في حلة المحشي بيشرب من شوية الشوربة الحلوين اللي عليهم توابل وعليهم ملح، فما فيش داعي، ممكن تسلقوها في مية بيضة خالص، ما فيش أي مشاكل. هبدأ أسحب كده الورق منها بعد 3 دقايق بالظبط، يعني المية بتغلي بنسقط الكرومبة، بعد 3 دقايق ببدأ أسحب الورق وأفرده بعيد عن بعضه، زي ما حضراتكم شايفين كده الورق بيبقى بعيد عن بعضه، بفرده أيوة كده على صينية زي دي كده، وأفرده بالمنظر ده كده. ومعايا برضو الورقتين الخضر دول، أنا مش هرميهم، يعني احنا ما بنرميش حاجة من الكرومبة، الورقتين الأخضر دول بغطي بيهم حلة الكرومب بعد ما احشيها، ما بنرميش حاجة، حتى الراس بنقشرها وناكلها. بسم الله. هنشوف كده احنا هنقطعه ازاي. امسح بس ال ايوة كده، وهوريكم بيتقطع ازاي بمنتهى السهولة بالمنظر السهل ده كده. بقطع الحتة دي كده، العرق ده لانه ما بينفعش في المحشي، وهلفه رول كده وقطعوه بقى، يعني تعملوه قطعتين تعملوه ثلاثة زي ما انتوا عايزين يعني كده. في ناس بتحب الصباع تخين مقلبص كده، وفي ناس بتعمله رفيع، يعني كل واحد تبع ما هو عايز، بس انا بحب الورقه تكون كبيره شويه، احس ان انا باكل محشي كروم. شايفين سواها ممتاز، السوا بتاعها ما شاء الله. هبدا بقى اقطعه كده بالطريقه دي اهو، وانا قلت لكم انا يعني بحب الورقه كبيره شويه طويله شويه، وبتستوي برضو، يعني علشان أدام هي مستوية في السلقة يبقى برضو حتى لو كبرتيها برضو بتبقى مستوية بعد ما تحطي فيها الرز بالمنظر ده كده. والعروق دي برضو أنا قطعتها، وأنا قلت لكم ما برميش حاجة من الكرومبة، حطها في قاع الحلة زي ما انتوا شايفين كده، بقطعها وبحطها في قاع الحلة قطع صغيرة كده، بتحمي الحلة من حتى لو شاطت يبقى الحتت دي هي اللي بتشيط. وادي الكرومبة قطعته أهو، وادي الورقتين الخضر اللي هغطي بيهم حلة الكرنب، والخضرة 3 ربطات شبت و3 ربطات بقدونس. اللي حابب يحط ربطة كزبرة خضرة عادي يحطه، بس احنا ما بنحبش الكزبرة الخضرة على المحشي. وادي شوية فلفل وبتنجان وكوسة اهو بالمنظر ده، في حلة على النار بقى، ونزلت بشوية زيت قيمة فنجان زيت، ودول 3 بصلات كبار، انا بحب اكتر البصل في المحشي، وده كيلو من الطماطم اللي انا مفرزاها، وعليها 2 معلقة صلصة كبار. شوفوا الخلطة الجبارة يا حبايبي بتاعت المحشي اللي بتخليه يطلع ممتاز، شايفين بدأت تستبك اهي،
الإيدام طلع على الوش وبدأت تستبك. معايا 3 كوبايات رز مصري مغسول وعليهم كوباية رز بسمتي. كوباية الرز البسمتي دي بتفرق وبتطلع المحشي مفلفل، بس رز بسمتي أصلي من اللي هو الرزاية بتمد. وآدي شوية البهارات ونزلنا بنص الخضرة بس، أنا نزلت بنص الخضرة بس، وملح وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل أسمر وبهارات محشي، وكل حاجة كاتبها لكم في صندوق الوصف. ونزلت بربع الخضرة بس يا حبايبي، ما بنزلش بالخضرة كلها. بعد كده نزلت بالرز اللي هو 4 مجات، 3 مجات رز مصري ومج رز بسمتي، وآدي 6 ربطات الخضرة. المحشي بيحب الخضرة الكتير. وهحط بقى ايه، هقلبهم برضو، واحط ايه فنجان زيت كمان زي ما انتوا شايفين اهو. جودوا بقى في المحشي على بصلاية مفرومة ناعم، على 4 قرون فلفل اخضر على احمر. الفلفل الاحمر ده بيسكر الاكل، شايفين. لو حابين تحطوا شوية شطة حطوا شوية شطة لو بتحبوا الاكل مشطشط. بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا خلطة ما فيهاش ربع غلطة، بسم الله ما شاء الله، وريحتها جميلة جدا. في ناس بقى بتحب تحط سمنة بلدي عادي، يعني أنا عملته بزيت. نزلت بقى بالكرنب اللي أنا مقطعاه ده، العروق، حطيتها في أرضية الحلة. وهنشوف كده، بسم الله، أدي رص الماء أهو. أنا ما بكترش رز لأن الرز بيزيد، وهو في ثانية ما بياخدش أي وقت خالص، يعني بصوا بيتلف في لحظة. بسم الله، شوية رز اهو، وتابع ما انتوا برضو حابين، يعني لو حابين الصابع مقلبص كبير ماشي، عايزينه صغير كده عادي براحتكم. اهو انا عملت الرصة دي كده بالطول، هدور كده الحلة واعملها ايه بالعرض، عكس بعض. الرصة الورق الكرنب بتبقى عكس بعض علشان الشوربة طوله كله وتسويه كله يبقى سوا واحد، شايفين اهو. هاخد السطر ده كده بالطول، هتشوفوه دلوقتي وبمنتهى السهولة. والمحشي حقيقي ريحته جميلة جدا وهو ني، يعني شوفوا بقى يتاكل ني، بسم الله ما شاء الله. وشوية اهو بصوا، لازم عقلة تكون فاضية. هبدأ بقى احشي الفلفل والبتنجان والكوسة، لازم يا حبايبي عقلة تكون فاضية، ما بنملاش المحشي على الاخر. وشايفين يعني بصوا، بتنجانة صغننة خالص المحشي صغنن خالص يتاكل على بق واحد، يعني شايفين اهو، برضو عقلة واحدة لازم تسيبوا عقلة فاضية، لان الرز بيزيد وبيطلع برا المحشي، فاحنا عاملين حسابنا في الزيادة. وادي الكوسة برضو، بسم الله، برضو نفس النظام، هحشيها واسيب فيها عقلة فاضية اهو. اعملوا حساب الرز اللي بيزيد بالمنظر ده كده، وهوريكم هنرصها ازاي دلوقتي. انا بوقف المحشي زي ما انتوا شايفين كده اهو، هوريكم برضو الحله بعد ما اخلصها بالمنظر ده، هوريكم بس بغطي الحله ازاي. ادي الورق الاخضر اهو، انا ما رميتوش، ما برميش حاجه من الكرنب، غطيت بيه الحله. وهوريكم بقى هنسويها ازاي، هشيل الورق ده وهوريكم هنسويها ازاي، بس انا بوريكم انا عملت ايه بالورق. هسقيها بقى شوربه لغايه السطر اللي قبل الاخير. عايزين تضيفوا على الشوربة دي حبة صلصة عادي خالص، بس أنا حاطة يعني شوية شوربة معتبرين، شوربة مخدومة وشوية بهارات حلوة عليها، شايفين أهو لغاية السطر اللي قبل الأخير، يعني مش مغطية بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده. هيغلي غلوتين وهغطيه، غلي من الجناب، غلي غلوتين كده من الجناب، هبدأ أغطيه. وبعد ما أغطيه هوطي عليه بالظبط، بعد ما غلي غلوتين 3/4 ساعة بس وكان استوى معايا بالظبط كده، وهغطي عليه، ما بغطيش عليه غير بعد ما يغلي من الجناب. وادي الكوسة والفلفل والبتنجان، حطيت طبق اهو، او ممكن من الجنب وتسقوه، وبرضو زي ما انتوا شايفين لغاية نص الكوسة، لغاية نصها بالظبط، ما بكترش عن كده. وهتغلي غلوتين من الجناب، انا لسه مش لسه هتغلي دلوقتي وهوريكم بالظبط هنعمل ايه. اهي غليت غلوتين من الجناب، هنحط ورقه الومنيا زي دي، في ناس بتحط كيس بلاستيك بس ورقه الالومنيا افضل وما بتطلعش هوا وبتحبك اكتر. هغطي بيها كده الحله، اهي غليت من الجناب اهي، وهحط ورقه الالومنيا واحط الغطا. الحاجات دي كلها بتسرع في السوى وتخلي الحله كلها سوى واحد،
ادي منظرها بعد تلت ساعه، بعد ما غليت وقعدت تلت ساعه. شايفين يعني؟ بصوا يا جماعه، الرز طالع لغايه بوز الكوسه، وما بالك بقى لو انتوا مليتوه على الاخر هيطلع بره الحله. وادي محشي الملفوف، محشي الكروم، شايفين؟ هوريكم واحده دلوقتي سواها بيرفكت، ما فيهاش ربع غلطه، حاجه كده عسل وريحتها بروايح. شايفين المنظر؟ يعني خدوا بالكم من التسويه من جوه، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وبالهنا والشفاء المحشي ده بقى يتزلط يتزلط زلط، مش يتاكل، بسم الله ما شاء الله. حقيقي ريحته جميله جدا ومعمول بخلطه جباره. وادي بقى حتت اللحمه الحلوه الهوبر، بسم الله ما شاء الله. يعني شويه محشي يا جماعه يستاهلوا بقكم. وبالهنا والشفاء علينا وعليكم. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ادعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.